احنا بنعرف في بشارة متى وبشارة لوقا بيرجعوا لسلسلة نسب المسيح، طبعا بركزوا على النسل الملوكي سواء في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، حتى بيرجعنا لآدم، يعني في تسلسل في سلسلة نسب المسيح. لكن في يوحنا بيرجعنا للأزل، يعني الفكر الإلهي، لوجيك في الفرنسي أو لوجيا اللي بتعني علم كمان. فإذا عم بيتكلم عن عمق شيء بطريقة بتختلف. وانت مثل ما اقتبست يعني قبل الفاصل، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فإذا فيك توضح لنا هذه الفكرة، لأنه عادة يعني لما بتكلم مع أحباء المسلمين بقول لك إنه الله على كل شيء قدير، يقول كن فيكون، فهل كن فيكون تصح على شخص المسيح ولا على الخلائق ولكن المسيح متميز؟ تفضل قسيس شادي. أكيد لا، هو المسيح يذكر عنه إنه هو كلمة الله وليس كلمة من الله. والرسول يوحنا بيقول لنا انه في البدء كان الكلمه، احنا كنا بنتصور السيس نزار انه يقول في البدء كان الله لانه هي الصح، في البدء كان الله، لكن قال في البدء كان الكلمه، وكلمه كان هون ايضا تعني شيء في الماضي او حدث في الماضي ليس له بدايه. فهو في البدء كان الكلمه، اي لما ابتدى كل شيء الكلمه كان موجود. بعدين بيقول الكلمه كان عند الله، فهو علاقته بالزمن هو قبل الزمن، هذا الكلمة هو قبل الزمن. ولكن أيضا وين شو علاقته بالله؟ هو مع الله، هو عند الله. طب من هو؟ وهذا اللي بقول وكان الكلمة الله، في جوهره نفس الطبيعة الإلهية، له جوهر نفس جوهر الله، فهو كان الكلمة الله. عشان هيك في الآية اللي بعدها بقول كل شيء به كان، في هذه الكلمة كل شيء به، وحرف الباء حرف الجر هو يعني يفيد التعليل والسببية. فكل شيء بهذه الكلمة كان، وبعدين بينفي النفي الرسول يوحنا وبيقول وبغيره لم يكن شيء مما كان. فكل شيء تكون بالكلمة، بهذا الأقنوم، بهذا الشخص اللي هو كلمة الله، وبغيره لم يكن شيء، مش فقط لم يكن شيء، مما كان. فالمسيح لم يتكون، لم يخلق، لكن هو موجود قبل الخلق، هو شارك في الخلق. نعم، هو كل مكتوب يا مكتوب عنه فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، الكل به وله قد خلق وبه يقوم الكل. يعني هو مش بس إنه الخالق، لكن كل شيء في هالوجود اللي بيصير بتناغم بانسجام، حتى الجاذبية والكواكب وكلها متماسكة بكلمة الله.